نسخة ثانية من دي إن شاء الله الواحد نسختين تقريبا فقط ونطلع من دي إن شاء الله. لا إذا كان لحمة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى, يعني عاوز يقول لك إيه المعتزلة ذهب ذكر إيه؟ ذكر رأي المعتزلة وذكر دليل المعتزلة إنه الكلام في حق الله تعالى مستحيل, لأن المعتزلة حصروا الكلام في اللفظ, وإذا حصروه فيما هو لفظي فيكون مستحيلا بداهة. ولذلك أول ما جاب الدليل قالوا لأنه إنما يكون بحروف وأصوات وتقديم, دليل على أنه حصرين الكلام فيه في اللفظ وغير ذلك, وهذه كلها حادثة ونحن نوافقهم على حدوث اللفظ. خلاص. ولا يصح اتصافه تعالى بالحوادث, عاوزين يعني يقولوا انه اللفظ ده والحروف والاصوات جميل, يعني كانهم يعني يذكرون لنا شيئا مهما وهو ان الحروف والاصوات حادثه, ولذلك جعلوها مستحيله في جانب الايه او في حق الله تعالى على انها صفه, ولكن لا يستحيل انها فعل من افعاله, لانه عند المعتزله معنى كونه تعالى متكلما يعني خالق للكلام, فكأن الكلام من متعلقات صفة الايه القدرة, يعني يخلق الحروف والأصوات لأن في نفس الإنسان فيعبر بها هو في لسانه أو يخلقها في النبي أو في الشجرة أو في الحجر, إن الله على سبحانه دخل في متعلق صفة القدرة. نعم بس لهذا المعنى. ما هو نفس الكلام بصفة المعنى ترجعوا لإيه؟ للصفة فعل, يعني هو خالق الكلام يعني مش هينفوا الكلام بس بمعنى آخر, يعني يصح أن تقول عن الله تعالى متكلم بمعنى أنه خالق الكلام وليس بمعنى أن الكلام صفة قائمة بنفسه تعالى مثل العلم, لأنه إنما يقول أي الكلام بحروف وأصوات, يكون بحروف وأصوات بالنفس ولا لفظ وتقديم وتأثير معروف, يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا بد من تقديم الباء على الميم والسين على الميم وهكذا في كل حرف لننطق بالحرف الذي بعده لا بد أن نقدمه وفي تقديمه ثم في النطق بالحرف الذي بعده انعدام للحرف الاول, وهذا لا يمكن ان يكون صفة لله سبحانه وتعالى او صفة للقديم, ولذلك المعتزلة يعني منصفين ومذهبهم واضح جدا في المسألة دي, الا انه باطل, يعني ممكن مثلا يعني هم يعني ممكن الانسان يكون صادق وهو على باطل, ويكون كاذب يعني محق في الضلال, يعني كيف هذا مثلا هو في اعتقاد يعني في الأقران معتقد فعلا يعني هو صادق مع نفسه في اعتقاده أن الله تعالى, ولكن هذا الاعتقاد نفسه باطل, فدي جهة ودي جهة أخرى, فهم في مذهبهم صريحين وواضحين, لكن مشكلتهم في ايه؟ في انهم حصروا الكلام في اللفظ فقط, هذه المشكله. اما في استدلالهم استدلال سليم واستدلال واضح, لان الحروف والاصوات لا شك انها مخلوقه وحاده. يعني هم لم يضربوا العقل. لا ما ضرب مشكله اظن يا شباب. ولا يصح اتصافه تعالى بالحوادث والا لكان حادثا, وصرفوا ما ورد في الكتاب والسنة من أنه تعالى متكلم عن ظاهره على معنى وضع على معنى أنه خالق الكلام,
يبقى خد بالك، اذا المعتزله يقولون بالكلام كما يقول اهل السنه وكما يقول حتى الحنابله والفراميه وغيرهم، لم نجد فرقه او طائفه اسلاميه نفت عن الله تعالى صفه الكلام، الا انهم اختلفوا في معنى كونه متكلما. يبقى الكل يثبت الكلام لله تعالى، لكن الاختلاف في معنى كونه متكلما وليس في اثبات الصفه نفسها. لكن هنا نجد اشكال بسيط، باننا لو تاملنا في قول المعتزله لنجد ان الكلام عندهم من صفات الافعال، وفي حقيقه الامر المعتزله عندهم الكلام ليس صفة ولكنه فعل، وقلنا الأفعال تنشأ عن إيه؟ عن صفات، مش كده؟ إيه اللي تنشأ عنه صفة الكلام؟ اللي هي القدرة، لأنه قال أصرح متكلم يعني قال بالكلام، يعني معنى كده الكلام لم يقم في ذاته وإنما قام في غيره. واضح؟ يبقى كانوا اعقل من الجماعه ابن تيميه الذين قالوا بقيام الحوادث بذاته، يعني جعلوا الكلام المعتزله حادثا ولفظا وحرفا وصوتا ومتقدما ومتاخرا، لكن لم يقولوا بقيامهم بذاته تعالى، لانهم لو قالوا بقيام الكلام بذات الله تعالى على هذا المعنى لأدى أو لكان معنى قولهم أن الحوادث تقوم أو تحل بذات الله تعالى. يعني كان مذهب المعتزلة أسلم من مذهب مين؟ ابن تيمية. في النقطة دي. واحد كتب يعبر عن قول المعتزلة أن تعالى له كلام بلا محل. يعني إذا مش خالفه في غيره. هل دي مثلا فرقة؟ لو كتب بلا محل ما هو الكلام ده عرض. عرضا ولا ذاك لازم يكون في محل، لازم يكون في، يعني قلنا في شجره في اللوح المحفوظ في قلب، لازم في كيف كلام كده. يبقى ده افتراض من امر الله مثلا ان الكلام فرض افترض اما يكون في محل او لا محل، وحتى لو قالوا ليس في محل، المهم ليس قائما بذاته، المهم على معنى انه خالق الكلام في غيره كالشجره التي كلمت. شوف الشجره التي كلمت، يعني المتكلم في الحقيقه هي الشجره. فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي في البقعه المباركه ان يا موسى، يعني معناه سمع الكلام من الشجره، والشجره هي التي كلمته، لكن بخلق الله تعالى الكلام والحروف والاصوات في الشجر. او ده كلام مين؟ كلام مين؟ المعتزله. لما عرفنا قلنا جميع الافعال بتاعت اي حاجه يعني صفه، فالكلام صفه غيره لا صفته تعالى. او ده حقيقه مذهب مين؟ لكن له سريع قبوله في العقل سهل. مفيش اشكال واضح والادله واضحه. والدليل واضح. لكن الخطأ فين؟ ليس في النتيجة، إنما في إيه؟ في المقدمة اللي هي أو في المقدمات القياس اللي هم طلعوا منه الإيه؟ النتيجة. فاكرين لما إحنا قلنا عندنا قياسين مختلفين؟ فاكرين؟ فالقياس هنا غير القياس عند مين؟ عند أهل السنة. ليه؟ لأنهم عندهم إيه؟ الكلام ده لا يكون إلا حروف وأصوات إلى آخره، وما تركب من الحادث فهو ايه؟ فهو حادث. اهل السنه منعوا ايه؟ انحصار الكلام فيما هو حرف وفيما هو ايه؟ صوت. يبقى المقدمه هنا غير المقدمه هنا، والنتيجه هنا غير النتيجه هنا، والعقل يدي لك مقدمتين صحيحتين من حيث تركيب النتائج صحيحه، لان المقدمات كده. لكن مش لازم ان تكون المقدمتين الصغرى والكبرى والنتيجه الصحيحه، ان معنى كده تكون مسلمه. وبيقول لك قول القياس وقول مؤلف متى ايه؟
سلمت يعني سلمت في التركيز في تركيز قلبها، لكن مش معنى سلمت في الواقع. ليه ما تسلمش ليه في الواقع؟ أقول لك كده، الكلام مركب منه وكل ما تركب من حرف وصوت وهكذا، فإذا فالكلام حرف سليم. لكن تعالى، من الذي قال في البداية أن الكلام منحصر في الحرف والصوت؟ أنت يقول كل ما بني على هذا هو مهدود فلسطين. أجاب أهل السنة بمنع انحصار أو حصر الكلام في الحروف والأصوات بجعل الكلام قسمين، لفظي ونفسي، واضح عندنا؟ والثاني هو المراد كما أشار إليه بقوله ثم الكلام. يبقى إذا لما قال الشيخ ثم الكلام، هل أشار إلى الأول أو إلى الثاني؟ أشار إلى الثاني. ليه؟ لأنه بيتكلم في صفاته وليس في أفعاله، أي كلامه تعالى الذي هو صفة ذاته نفسي، ليس بالحروف والأصوات، وليس متلبسا بالترتيب من تقديم وتأخير. لماذا؟ السبب بسيط، الحروف والأصوات أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء بعض، لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي. بديهي هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني إذا الحروف ذات إجماع على أن اللغة والحرف والصوت حادث، ما تركب شكل ما خلق يتركب من الحادث، حادث وحادث يبقى حادث، لو تركب قديم وقديم يبقى قديم، مع أن القديم ما فيش إيه؟ ما فيش تركيب. بس إيه معنى متركب من القديم قديم؟ يعني مثلا إيه؟ الصفة قديمة، التعلق تنجيزي قديم، التعلق ده قديم وكده يبقى التركيب ده قديم وقديم. بس ترتيب زي ما نقول تعقل يعني ذهني، مش ترتيب في ذاته. يبقى اللي تركب من قديم وقديم فهو قديم، لا حادث وحادث فهو حادث، قديم وحادث فهو حادث. ده كده تأسيس لما عرف القضايا ويصفو الذهن تماما. يبقى معنى كده لا ينكر احد انه التعقيد ده، التعقيد والترتيب والتقديم والتأخير والانعدام دليل الحدوث، لأن هي معنى حدث. كان بعد يعني وجد بعد أن لم يكن، أو عدم بعد أن وجد. طب أليس هذا موجودا في الأصوات والصوت؟ لما تقول بسم الله لا يؤمن بالبداهة، انه مش ممكن يجي الحرف الثاني الا عند انعدام الحرف الايه الاول. يبقى معناه في وجد بعد ان لم يوجد، وعدم بعد ان يوجد. مش عارف انا من الم يفهم معنى الحدوث؟ فان الحدوث واضح في الاصوات والحروف. ليه؟ طب ليه الحروف حادثه؟ الحروف حادثة دي مش محصورة، وهذا القديم محصور، مش ليها أول، مش معدودة، مش ليها مخارج. وعارف قدام لو قلت بقدم الحروف كده من الله هتلقى المحظورات كثيرة جدا، كثيرة غلط. ها أيوة أبدي إلى المادة اللي أكتب فيها والمجال اللي أكون فيه دعاك كده الحروب ده ممكن يؤدي إلى قلة العالم وإلى تغير الصفة القديمة وإلى تغير الصفة القديمة. مشكلة كبيرة هم، والله هم مش حاسين بها، كثيرين كل ما في الأمر يقول لك حروف بس ليست كحروف. يا مجانين، إيه معنى؟ إحنا بنتكلم على إنه الحادث ده، يعني مثلا أنا ممكن أقول تقوم حوادث بذات الله ليست كالحوادث، ما دامت هي هذا اسمه جمع بين النقيضين. طالما قلنا حوادث فكيف تقول ليست كالحوادث؟
قال ما قلنا هي حروف وفيها ترتيب وتقديم وتأخير، كيف تكون ليست كالحروف؟ يعني حتى التنامس العبارة يقول لك ايه حوادث اللي تقوم بذات الله لا أول لها، كيف يجمع بين ما له أول وما ليس له أول في لفظ واحد؟ يعني معنى حادث يعني له أول، فإذا قلت له أول وليس له أول كلمة حوادث يعني لها أول، فتقول لا أول لها يعني أنت عاوز تقول إيه؟ عاوز تقول أو له أول ولا ليس له أول؟ إذا معناها اللي يقول له تعالى حروف قديمة ليست كحروفنا، كأنه يقول هناك حادث ليس كالحادث. مش هينفع هو معناه ايه الدليل؟ الدليل بالبداهة ان هي اعراض تمام مشروع حدوث بعضها بانقضاء بعض، يعني عشان تحدث السين لازم تنعدم الباء، وعشان توجد الميم لازم تنعدم السين اللي بعد الباء باسم. لو كانت هي بعض قال لا هي ما فيش تقديم وما فيش تأخير إنما فقط بالنسبة لنا كبشر لأثبت إن في حروف قديمة، بل بالنسبة لنا كبشر ليش الآلة يعني الهوات والأفراد والمقال لا تساعدنا إلا إن ننطق حرف بعد ثاني، مش ممكن ننطق مخرجين كلمة ثلاث مخارج ننطق مع الاتحاد، فعشان ضيق آلتنا وأبراسنا وهيئتنا كده ما نستطيع، لكن هي في نفسها مفيهاش تقديم ولا ايه ولا تأخير تمام. بعض قال كده لكن هيبقى في ايه مشكلة ثانية انتظار الحروف وانطباعه وانتهاءه، معناها من اي وجه الحروف حادثه وايه ومخلوقه. هو لا قدر الله ولا يستطيع اي لغه تبقى تحكم برضه العربيه ولا السلوكيه، ما ممكن يقول لك مثلا حروف من غير لغه زي ما قال حروف من غير حدود ممكن، بس يعني يبقى في لغه اسمها ايه يعني هذا فقط تلاعب بالأسماء، يعني هي لغة ولكن لا تسمى لغة، فبقت التناقض هيقولوا هيلزمهم في كل شيء. لكن على كل مولانا مش هقول ان هو نفس القرآن الكريم، يعني واحد كان رحت مول البدوي كان كلمة في المقامات في التصوير مقام مش عارف ايه ومقام مين خلص طبعا انت عارف ان كل مقام الناس عارف يعني حدث مجال يصل الإنسان إلى مقام لا مقام يبقى في المقامات إنه مفيش حاجة اسمه مقام أعلى مقام، في حاجة اسمه مقام لا مقام، ولم يكتفي بهذا بل أراد أن يستدل على إثبات هذا المقام اللي هو لا مقام من القرآن، فقال يقول الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك. إيه استدلال إيه ده؟ يقول الناس الله أهضل المقام لا مقام، رغم أن الآية لا مقام لكم ونسي إيه الضمة، يعني جاب أرضي كده التناقض حيلزمه، لأنه إحنا خلينا معلم الكلام ده مسطع على القرآن، يعني التعريف ده على القرآن الكريم. انت ما حضرتش صفة الكلام احمد، ده الكلام ده في التعلقات، استنى ننتظر كده نخلص من جوه. ثم الكلام اي كلامه تعالى الذي هو صفة ذاته نفسي ليس بالحروف والاصوات وليس متلبسا بالترتيب من تقديم وتأخير كالكلام الحادث المألوف، وحينئذ فلا يلزم ايه فلا يلزم المحال، لما هنا لا يلزم المحال يعني مش هيبقى في ايه محال، واضح؟
ففي قولي ليس بالحروف له قلت أيضا على الكرامية والحنابلة الزاعمين أن كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والحروف إلا أنه قديم قائم بذاته. ولما فرغ كلامه جديد حندخل فيه. لكن أنت سؤالك إيه؟ القرآن الكريم. قالوا إحنا قلنا فيه إيه؟ أهل السنة أو الأشاعرة ما حصروا الكلام فيه؟ في الكلام الايه اللفظي، ولكن في النفس اثبتوا الكلام اللفظي، يعني كانهم شاركوا المعتزله فيما قالوه، ولكن زادوا بانه قال ان الكلام له صفه قائمه بذات الله تعالى فقديم وليس فيه حروف ولا ايه ولا اصوات. اما القران له كلام، له لفظي في حرف وبين صوت وفي مقاطع في بدايه وفي نهايه، تمام كده ان ده حادث، ولكن المعنى يعني هو دال على المعنى النفسي القديم القائم بذاته ايه تعالى. اذا هنا في جهتين، جهة حدوث متعلقة باللفظ وجهة القدم اللي متعلقة بالدلالة بالكلام نفسه، ولكن لا يصرح بهذا انه حادث حتى لا يتوحى من عوام حدوث الصفة النفسية القديمة. وده واضح يعني لا يغفل عنه الا ايه جاهل بيعرفش ان ده معروف حرف وصوت انا انزلناه في اخر كل بدايه وفي نهايه. فهذا ايه دال على الصفه، ولكن مش معنى كده انه هذا القران اللي انا تلقى به ليس كلام الله، لان في المشترك هنا ايه اللفظ، يعني يطلق الكلام كلام الله على معنيين، على اللفظ وعلى القديم حقيقة مش مجازا كما. ليه؟ لأنه من الله تعالى ابتداء بوضعه وبدون يعني نسبة إلى بشر أو لجن أو لإنس، لكنه ليس هو ليه الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى، يعني هو ابتداء من الله تعالى لا دخل بوضعه تعالى، إما جعلناه إما أنزلناه، ولا يمكن أن الصفة القديمة هي اللي حتنزل. والجعل والإنزال ده صفة فيه صفة لحادث وليس صفة لقديم. طبعا بالنسبة لتكريم الله تعالى سيدنا موسى بعضهم قال انه سنة الحادث اللفظي، وبعضهم قال لا أزيح عنه الحجاب فسمع الايه الصفة القديمة بلا كيف إلى آخره. تمام كده؟ بس ده ما قالش إلا في مقام التعليم. لما في مقام واحنا اتكلمنا عنه اظن في صفحه كام عند سمر الله ارجع قليلا كده في صفه الكلام. لا نقول ما نقولش احنا كده، بس في التعليم نبين كده.
بل في آيات القرآن الكريم التصريح بأنه ده حادث مش حديث ما يأتيه من ذكر من ربهم. وإنا أنزلناه في ليلة القدر، بعدين إنا أنزلناه في ليلة ابتداء، الابتداء ده علامة على إيه؟ على الحدوث. لكن المعاني الموجودة في القرآن القديم متعلقة إنها إيه؟ دل على إيه؟ على الصفة القديمة. 300 وكام؟ كلام ولا لا لا نوقفنا 376 376 ولما فرغ سامحه الله تعالى اتكلم عن نفسه شنو من القسم الاول وهو ما يجب لله تعالى شرع في بيان القسم الثاني وهو ما يستحيل عليه تعالى. ايه معنى المستحيل؟ المنتفي الذي لا يقبل الثبوت او الذي لا يتصور في العقل وجوده. فقال ويستحيل عليه تعالى ضد ما تقدم الالف للاطلاق من الصفات بيان لما، اي الصفات النفسيه والسلبيه والمعاني الشامخات المرتفعات المنزهات عن الحدوث واللوازم. فاعلم اصله فعلما بنون التوكيد الخفيفه فقلبت في الوقف الف زي لنسفعا، يعني لنسفعا دي نون ولكن تقلب ايه؟ الف، لكنها في المصحف ترسل، يعني لو ترسل حتى الكتابه بتكتب نون بتكتبها ايه؟ زي ولا يكون من الصغر الف، لكن في الكلام العادي بتكتبها نون دي. والمراد بالضد هنا الضد اللغوي وهو مطلق المنافي سواء كان وجوديا او عدميا. فكأنه يعني عاوز يقول لك يستحيل ضد هذه الصفات. طب الضد ده على نوعين، خد بالك، في ضد عدمي وفي ضد ايه؟ وجود. هو اراد بايه؟ يعني مثلا تعالى ضد القدره، ها العجز ده وجودي ده، ها ولا قدره، ولا قدره ضد عدمي. يعني معناها هل يريد هنا الضد اللغوي مطلق المنافي، يعني المنافي سواء كان وجودي او ايه او عدمي. فكأنه قال ويستحيل عليه تعالى كل ما ينافي ما تقدم من الصفات لا ضد الاصطلاح على ما سيأتي. وأنواع المنافات عند المناطقة أربعة، هندخل الآن في إيه؟ في المنطقة، أكثر في أعتبر منطقة من إيه؟ منطقة تنافي النفي بين، شوف أقول لك أنواع أصلها، أنواع المنافاة أربعة. في حاجة اسمها تنافي النقيضين منافاة، وفي حاجة اسمها تنافي الضدين، في حاجة اسمها تنافي العدم والملك، في حاجة اسمها تنافي المتضادين. كم دول؟ أربعة. طيب النقيضان دول أمران، ها؟ واحد وجودي والثاني عدم، لا يجتمعان في شيء واحد في زمن واحد بشروط طبعا، شروط ثمانية في الزمن، ولا يرتفعان. يعني ممكن بس ايه اذا لا بد يكون في ايه اتحاد الثمانية، يعني في كل امتحاد بما يخص مثلا لو قلت مثلا كده لازم يكون في اتحاد حاجة اسمها الموضوع واتحاد المحمول. فلما تقول كده الخطيب موفق نفس الجمعة وتقول الخطيب ليس طويلا، هذا ليس تناقض ليه؟ لانه هنا ايه؟ اختلاف المحمود. تقول مثلا شوقي شاعر، ثم تقول مثلا علي ليس بشاعر، في تناقض بس ان الموضوع مختلف ارتفع التناقض. ولازم يكون اتحاد المكان، انا موجود في الازهر انا غير موجود، يعني فين؟ في البيت، لازم يختلف المكان. اذا اتحد المكان يبقى فيه تناقض، يعني شروط التناقض اتحاد. يكون كذلك الزمن، زيد صائم اليوم ليس بصائم يعني غدا، يبقى هنا اذا اختلف الزمان ما فيش تناقض. متى يكون تناقض؟ زيد صائم اليوم مفطر اليوم، ده تناقض. الزمان والمكان
اتحاد المحمول اتحاد المؤخر بقول بعد كده اتحاد الكلية والجزرية يقول العقائد دراستها سهلة وتقول ايه دراستها صعبة مفيش تناقض لأن دراستها سهلة بعضها وصعبة كلها يبقى هنا في اختلاف الكلية والجزئية كذلك القوة والفعل يبقى مثلا الرجل طفل والطفل معناها طفل بالقوة والطفل رجل بالقوة وطفل بالفعل وليس برجل عليك برجل بالفعل فهنا ما فيش ايه تناقض في اتحاد ثالث واتحاد الشرط العنب مسكر العنب ليس مسكرا يعني بشرط ان يكون خمرا واتحاد الاضافة ايضا يبقى ثمن ايه شروط للتناقض فيبقى تعريف النقيضين امران واحد يجيب واحد ايه عدم لا يجتمعان ولا يرتبعان ده نوع تناف النقيضين يقول لك هنا تحت في الحاشم يقول لك اختلف فيه فقيل انه يكون في القضايا والمفردات جميعا وقيل انه لا يكون الا في القضايا وهو المشهور ولذلك مثل الشارح بمثالين الاول للمفردات والثاني للقضايا القضايا اللي هو باب التصديقات يعني اما المفرد اللي التصورات اما النقيضان تدعمهما لان التنافي فيهما اقوى لأن الاجتماع قدمهم ليه معناها بدأ بالنقيضين وبعد كده الضدين وبعد كده العدم والملكة وبعدين تنافي المتضايفين قدمهما لأن التنافي فيهما أقوى يعني كأنه بين النقيضين تعاند وتنافر بمعنى أنه شوف إيه معنى التعاند لابد أن يوجد واحد وينتفي الثاني إذا انتفى هذا يوجد هذا إذا وجد هذا ينتفي بينهما تنافر وتعاند فإذا التنافي فيهما إيه؟ أقوى يعني في الحالتين لا يجتمعان ذا نفس ولا يرتفعان ذا نفس يبقى التنافي موجود في ليه؟ في الحالتين لأن الاجتماع فيهما بديهي الاستحالة لذاته بخلاف غيرهما فإن استحالة الاجتماع فيه لأنه يؤدي إلى جمع النقيضين كما هو مبين في محله وأيضا فالنقيض ينافي الذات والضد ينافي العرض وما نافى الذات أقوى مثلا الخير قام به وصفان وصف ذاتي وهو كونه خيرا ووصف عرضي وهو كونه ليس شر والنقيض وهو لا خير ينافي الذات والضد وهو شر ينافي العرضي جميل كده يبقى ده اقوى ولا مش اقوى يبقى عندك اول حاجه النقيضان ايجاب الشيء اسلم حاجه كيف الضرب بتاعها ايجاب الشيء وسلبه احسن حاجه يعني ايه النقيضين على الحقيقه الاثبات والنفي دول نقيضين لكن ما عدا ذلك ممكن يكون ترجع لعما من شأنه ان يختصر زي الملك والعدل يعني تعالى مثلا هنا كده ايه الموت والحياة تجعلهم ضدين ولا نقيضين قلنا يفضل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لانه نشوف هنا لا يجتمع الموت والحياة ولكن يرتفع لا موت ولا حياة بس يرتفعوش عما من شأنه ما ممكن نقول في الحياة لا موت ولا حياة لما في القرآن رفعهم الاثنين لا يموت فيها ولا يحيا رفع لله ما ينفعش قال لك لا هنا ايه مراد نقطة ثانية يعني هو لا يموت فيها يعني موتا كاملا فيستريح ولا يحيا حياة يعني هنا في ايه زي التعريف اللي يسموه ناس في التجويد اللي هو الحالة اللي بين الإظهار وبين الإدغام لا الإدغام كامل للإخفاء ولا إظهار كامل يعني هي شبيه لا يعني معناها هي معناها فيها موت وفيها ايه حياة يعني لا موت خالص ولا حياة خالصة لا يموت فعلا يقول لهم كامل ينفعش لا يموت ولا نسل نسل وما رميت إذ رميت
يعني ده جمع نظير وما رميت يعني إثبات مثل إن رميت يبقى هنا إيه الجهة بها عدم انفكاك هنا انفكاك في توجيه في القرون يعني وما رميت يعني وما شددت في الرمي الظاهر هذا إن رميت يبقى نسبة الرمي ولكن الله رمى توفيق والدخول في إصابة الهدف هذه ليست من عندك ولكنها بإرادة الله سبحانه وتعالى يعني كنا رميت حقيقة إن رميت الظاهرة يعني أو صورة هي الكعب هي يمشع كده التي تطلع على الأسف قبلين إيه بعد حضن فيهن معروف لما احنا نقول لمولانا لا يموت فيها ولا شاذ ولا شاذ من كده ارتفاع لا يموت ومطلق ارتفاع مش لا يموت ولا يعني لا يحيا حياة كاملة ولا يموت موتا كاملا ارتفع لا اقول اتحاد الايه الزرق اتحاد الكلية والجميع هنا ليس ما فيش اتحاد لا يموت كله ولا يحيا كله ولكن يموت بعضه ولا يحيا بعضه من اتحاد لا يموت الضدين غير النقيضين في ضابط لا يجتمع عبد شوف كده الضدان لا يجتمعان وقد يرتفع شوف عنده كده لا يمكن ولا يمكن ده نقيضين صح لا يمكن ويمكن ده اسمه ايه ضدين بعد كده ايه يمكن ويمكن ده اسمه متخالفين ده زي الطول والبياض يعني يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما لا يمكن ولا يمكن لا يمكن ويمكن يمكن ويمكن ضبط يعني ممكن الطول والبياض ممكن يكون يجتمع فيه طويل وابيض هل في وممكن ينتفوا الاثنين قصير واسود يعني انتفى عنه الطول وانتفى عنه الايه البياض لكن البياض والسواد لا يمكن اجتماعهما يعني لا يمكن يكون ابيض واسود لكن ممكن لا ابيض ولا اسود يبقى احمر قدر الدين يبقى العلامه إذا كان لا يمكن اجتماعهما ويمكن إيه ها ارتفاعهما ضدين طيب وإذا كان لا يمكن ولا يمكن دل النقيضين طيب كيف نثبتها بدليل واضح مضطرد منعكس له التناكي والثبوت يعني موت ما تقولش حياة لا موت حياة لا حياة يبقى كده نقيضين ضدين انما موت لا موت وجود لا وجود شوف كده ممكن نقول كده الوجود والعدم لان ده ما فيه ما ينفعش يقول عما شأن وجود وعدم يعني ممكن هذا يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما لا هذا هنا ارتفع ليه ارتفع اجتماعهما طب ممكن يكون لا موجود ولا معدوم لا ممكن يا ولد لمن قال به وحتى الحال موجود في الحقيقة له وجود في الذهن لما نقول الناس في الذهن أي شيء الثاني توقع لا العدم ما لهش وجود في الذهن العقل نفسه يعني كلمة عدم كيف توجد في الذهن يبقى معناها كده هتحول المعلوم إلى موجود وده طالب الحقائق كيف معلوم وده له وجود في الذهن انما الحال زي وجود بس بقوله ليس وجود يعني نوع من انواع الوجود يعني مرتبه من مراتب الوجود زي مثلا تعالى مثلا لو كتبنا قالوا كده الغزالي قالها في كتاب اسمه فيصل التفرقه يقول الوجودات اربع او خمسه في وجود لفظي وفي وجود في البنان وفي وجود في الاذهان وفي وجود في الخارج يعني مثلا فرس له جناحان ممكن يدير وجود ذهني هذا وجود لكن ما فيش وجود في الخارج انما نقول مثلا ايه النار وجدت النار بس فين في اللفظ
لكن لو كانت الوجود الحقيقي كان احترق المثال. واي كتاب يبقى فيه كلمه نار كانت ايه هاشتعل الكتب كلها هتشتعل. اذا لازم وجود في الزمان في الحقيقه يعني مراتب الوجود هيك الحال له وجود. نتكلم عن الوجود المطلق والعدم المطلق يجتمع يرتفع الحركه والسكون. يا رب سبحانه يقول له ايه ما سكن في الليل يعني معناها وما لانه ما فيش تكون من غير حركه ولا حركه من غير يعني اسمه الاكتفاء. فمعنى كده هل يكون الشيء ساكنا ومتحركا معا؟ لا. بل هل يكون لا ساكن ولا متحرك؟ لا برضه لا. او ده ايه؟ نقلين من الدين يا مولانا عنا من شأن يعني ما هو لا ما هو وجود وجود يعني امران وجود اياه اما النقلين يبقى امر وجودي ولا صاحب يعني حركه ولا حركه وسكون يبقى معناها امران موجودين. لما الضدان امران وجوديان والنقيضان واحد وجودي واحد عدم. اذا النقيضان فهما ايجاب الشيء وسلبه. زيد ها لا زيد. زيد قائم زيد ليس بقائم. انما قائم وقاعد دول ايه ضد لانه امران وجوديان. انما واحد منفي واحد ده النقيضين. فلذلك اساس النقيضين يرجع الى النفي والاثبات. واما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غايه الخلاف ولا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر كالبياض والسواد. واحترزنا بغايه الخلاف من نحو البياض مع الحركه. واما العدم لم نرجع كامل الحاجه. خلاص اذا عرفنا الفرق بين النقيضين وبين الضدين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والضدان لا يجتمعان ايضا نفس بس يختلف في الجزء الاخير وقد يرتفع. والنقيضان امران احدهما وجودي والثاني سلبي على حجاب واحد سلبي. اما الضدان فكلاهما ايه وجودي لكن بينهما غايه الايه الخلاف. يعني معناها غايه الخلاف يعني اعلى الخلاف. خلاص كده غايه الخلاف منتهى الخلاف. ولا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر كالبياض والسواد. عرفنا معناه النقيضان قوله الوجوديان فوق اللذان بينهما خرج بهما كان احدهما وجودين والاخر عدم او كان عدميين فانه يقال فيهما العدم وايه والملك. وخرج به ايضا المتضايفان اذ المراد به ما هو المتبادر منه اعني الوجود خارج الاعيان. وحينئذ لا حاجة لقولهم ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. كان الشيخ العنب قال شيخ مشايخنا العدوي وكان اقرأ العبارة الأعلى وكان سنية زيادتهم لهذا إنه ربما يتوهم يعني سموا هذه الزيادة ها؟ ممكن يقول انا لا قول كم وكان بس لو سنيه بقى كانت سنيه وكان سنيه ما هو مكانش مش حقيقي ملاك. وكان سنيه زياده من لهذا انه ربما يتوهم ان المراد بالوجود ما ليس بعدد كذا ويدخل المضيفات لانهما وجوديان بهذا المعنى كما هو موصوف في محله. فزادوا هذا القيد ان يكون خارجين ولو على هذا التوهم. وهذا بناء على مذهب اهل السنه من ان المتضاربين من الاعتبار الاعتبار اللي انت قلت على الاحوال بالاعتبارات ولا وجود لها. الشيخ التنوسي قال ان المتكلمين يعترفوا بالنقيضين وبالدين بس ما يقولوش بالمتضاربين ولا عالم ملك. هو بس احنا بنتكلم على ايه دلوقتي انواع المنافاه. هو قال انواع المنافاه اثنين عند المتكلمين واربعه عند الفلاسفه.
هو الشيخ هنا جاب الكل عشان يبين لك انواع المنافاه مطلقا بصوره ايه شامله تشمل المتكلمين وتشمل مين المتكلمين بيبحثوا في يعني يستعمل ضدين ويستعمل المفردين وما يتكلموش عن الانواع الاخرى لكن هنا ذكرها عشان يعرف بالانواع كامله واما العدم والملكة فهما ايه واما العدم والملكة فهما وجود الشيء وعدمه عما من شأنه ان يصف به اذا عندك انواع المنافاة يعني كل نقيضين يعني واحد وجود واحد ايه سلبي زيد لا زيد بصر لا بصر قائم لا قائم اذا في منافاة ولا ما فيش تمام كده اديك للضدين امران وجوديان يعني بينهما غايه الخلاف سواد وبياض ده ايه ضدين في بعد كده حاجه ثانيه فيها تنافي اللي هي العدم والملكه هي معنى العدم والملكه فهما وجود الشيء وعدمه عما من شانه ان يتصف به كالبصر والعمى يعني مثلا الانسان من شأنه اما ان يكون بصيرا واما ان يكون ايه اعمى فالعمى ده معناه ايه عدم ليه البصر لكن ليس في كل لكن فيما من شأنه زي الانسان وايضا الحيوان انما مثلا الجماد او غير ذلك مثلا لا يوصف بهذين الوصفين لأنه ليس من شأنه الحجر مثلا الكتاب لا يقال فيه لأن هذا عما من شأنه أن يستوى والعلم والجهل مثلا الإنسان إما عالم وإما إيه وإما جاهل الجهل إيه البصير فالبصر وجودي وهو الملك والعمى العمى رغم أنه وجودي العمى شيء موجود لكنه معناه ايه ليس بصيرا سلب البصر سلب البصر اذا معناها سلب ولا منفوس سلب في سلب يعني قوله عالمي هنا ولنا فيه انه سلب البصر سلب البصر ورغم انه الاعمى العمى ده موجود يعني بس هذا ليس معناه امر وجودي بمعنى في حاجه اسمها عمى هيعمى بها لا هيعمى بسلب البصر مش هيعمل حاجة ثانية اسمه موجودة اسمها العمى كل عشان يبقى أعمى يسلب منه ليه؟ البصر ما فيش حاجة وجودية بخلاف الموت والحياة الموت وجودي والحياة وجودي الأمران وجوديان بدليل أن الخلق تعلق به خلق الموت والحياة في بعض الناس تفهم أن الموت ده سلب الحياة يعني عدم الحياة ولكن لا معنى ثاني وجودي وحتى يوم القيامة يذبح الجحيم يذبح العظم الموت في صورة كبش أملع يذبح بين الجنة وبين النار يذبح العظم ولا الوجود؟ الوجود ما هو احنا نرجع للمعنى الثاني حاجة هنا هي عظم الملك بس الاعتبار الأول اللي هو في الخلق لأنه تعلق به الخلق والخلق معناها تأثير تعلق تأثير من الكبار قال يشهد من ذلك مش اي حاجه بعدين وكذا العلم والجهل واما المتضايفان فهما الامران الوجوديان اللذان بينهما غايه الخلاف ويتوقف التعقل احدهما يبقى الدين لا يتوقف وجود يحدث لا يتوقف تعقل احدهما على الايه اما المتضايفين لازم يتوقف تعقل الاول على الثاني زي القبر والبعث وزي الابوه والايه والبنوه الوجود في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذا لا الموجود في الخارج عن الذهن اذ الابوه مثلا كده لا وجود لها في الخارج عن الذهن وهي ايه
لا تعقل إلا بالبنوع. هل ممكن يكون محمد عبد عليه بدون ما يكون عليه ابن له؟ يعقل هذا به لهذا. أنا شفت في مرة واحد من أهل مصر كان عارف كريم بكل هذا ابن لا أنا أبوه. يقول مهما ما هي تعقل هاهم إذا ابن قال لا ده أنا أبوه. طب من نفسك أنت أبوه يا ابن المؤمن هو ابن ولد المؤمن إلا به باعتبار مزيد بالحمد لا لا ولا تنافي بين الخلافين أهم خلافين يعني اسم متخالفين البياض والحرق البياض والطول وكذا بين المثلين بياض والبياض والمحققون على التنافي بينهما قالوا لأن المحل المثلين التحقيق أنه في تنافي بين المثلين كيف المثلين في تنافي بينهم قالوا لأنه المحل إن قبل المثلين لازم أن يقبل الضدين وأما القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده أو عن مثله فلو قبل المثلين أجاب وجود أحدهما في المحل عن كفاء آخر فيجتمع الضدان وهو المثالي يعني ما يقولوا في التحقيق انه في تنافي بين المثلين البياض والبياض ما هو التنافي حيكون بين البياض وبين الكراس كيف انه في تنافي بين البياض والبياض ما قالوا خذ بالك ده ابيض هذا ابيض تموافق ايه معنى ابيض يعني معناها هيبقى ابيض وابيض ولا ابيض فقط معناها ابيض الثاني وفي تنافي من هذا الباب لانه ان قبل المثلين لازم ان يقبل الضدين يعني ان كان بابيض وابيض يقول البعيد ابيض وين واسود لان القابل للشيء لا يخلو عنه هو قبل ذلك معناه انه يكون ابيض وانه يكون ضد الابيض اللي هو ايه اسود وانه يكون مثل الابيض اللي هو ايه الابيض فلو قبل المثلين يعني ابيض وابيض لجاز وجود احدهما في المحل مع الكفاء الاخر فاذا اختفى الاخر لازم يخلطه ضده فاجتمع ايه الضدين وهو محال ان معنى كده برضه لا يجتمع ايه الضدين وانت عارف لما احنا نقول مثلا الميم والميم 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 لما نقول هما مثلين وفي الحقيقه هي نفسها الميم بس لما نطقنا بميم ثاني واللفظ في نظيره كمثله لكن في الحقيقه هي نفس الميم والميم مفيش حاجه اسمها ميم ثاني لكن بقى في الامر كررنا الميم ولم ناتي بميم اخرى لان الميم حرف واحد ولا حروف متعدده أهلنا فين على المستحيل في حقه تعالى المتعال بس عند إذا علمت فيستحيل أن يتكلم كده على المستحيل في حق الله تعالى والله تعالى